عودة لعشرة الصبح في الأهلي، بنجدد التحية والترحيب بكل حضراتكم مرة تانية. وفي الفقرة دي هنتكلم عن حاجة أنا شخصيا ما كنتش أسمع عنها قبل كده، بل وعمري ما تخيلت إن في أصلا رابط ما بينهم، فكرة السمنة والمعاناة من السمنة، وخصوصا لو كانت سمنة مفرطة، وبين أو العلاقة بينها وبين الجلطات الدماغية أو السكتة الدماغية، اللي بالمناسبة أكيد هنحب نعرف تفاصيلها لحضراتكم من خلال هذه الفقرة، وطبعا من خلال وجود دكتورة إيمان المراكبي اللي بتنورنا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل عليك. يا صباح الفل، وصباح الفل على حضرتك وعلى كل مشاهدينا، وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة عيد ميلادك. الله يخليك، ربنا يخليك وأنت طيب. السوشيال ميديا، أنا عرفت بالسوشيال ميديا، يعني كل والسلامة كل ذوق المواقع بتهني حضرتك. الله يخليك. وأنا ليا الشرف إن أنا أهني حضرتك، ربنا يخليك، يعني على الهواء مع كل ذوق مشاهدينا. كل ذوق. هي طبعا اول حاجه احب انوه عنها اللي هي السكته الدماغيه. ما تيجي نعرفها في البدايه للناس بالظبط ايه تعريفها بقى. هي عباره عن جلطات المخ او النزيف في المخ، يعني الاثنين عندنا على حد سواء، هما الاثنين حاجه مش كويسه. يعني طبعًا. يعني جلطه طبعًا. المخ بتسبب طبعا ممكن شلل نصفي، بتسبب فقدان النطق، بتسبب مشاكل في الكلام، في التعبير عن اللغه، يعني انا عايزه اقول كلمه ما اقدرش اقولها، اقعد ادور على الكلمه ما الاقيهاش، الكلام ده كله. يا ساتر، حاجه صعبه قوي. فحاجه صعبه قوي طبعا. دي ممكن تحدث الاعراض دي نتيجه الجلطه او نتيجه النزيف، والاثنين على بعض كده بنسميهم السكته الدماغيه. طيب العلاقه بقى والرابط ما بين الجلطات الدماغيه او السكتات الدماغيه وما بين السمنه، لان في موروثنا، يعني طبعا الناس اللي مش متخصصه ومش دارسه، يعني دايما السمنه ليها مرجعيه تانية عندنا. يعني تلاقي اللي بيشتكي من السمنه بيشتكي من مثلا المفاصل، العمود الفقري، كوليسترول، يعني بالزبط. النوع ده من الامور، لكن سكته دماغيه بالظبط. هو حضرتك قلت جزء كده من الموضوع، ان السمنه دي بتعمل ايه؟ بتعمل اول حاجه ارتفاع في ضغط الدم، دي حاجه معروفه. طيب بتعمل ايه تاني لما يحصل ارتفاع في ضغط الدم؟ بيحصل ممكن فجاه يرتفع ضغط الدم بصورة أزيد من قدرة الشريان على أنه يحاوط الموضوع ويحافظ على الضغط، اللي هو بنسميه بالتالي الشريان بينفجر؟ ممكن الشريان ينفجر ويعمل لي حاجة اسمها إيه؟ نزيف في طبعا. المخ طبعا. يعني إيه نزيف في المخ؟ الدم بيسيب الشريان ويروح على خلايا المخ وعلى الأنسجة بتاعة المخ. فطبعا خطورته في إيه بقى؟ كل ما كبر النزيف ده بيحوش لي مية حواليه ويكبر حجم المخ قوي، لدرجة في بعض الأحيان بنضطر نشيل الغطاء بتاع فرو بتاع الجمجمة علشان أدي مساحة للمخ إن هو يتنفس شوية، يعني يقل ضغط المخ بتاعه. طبعا الموضوع خطير. فإذا إيه علاقة بقى السمنة؟ أيوة. إزاي بقى تجيب لي جلطة؟ أول حاجة عن طريق ارتفاع الضغط، لأن طبعا اللي عندهم سمنة معظمهم، ما كانش كلهم، ضغطهم مرتفع. دي حاجة قلناها. تاني حاجة السكر، لأن السمنة مرتبطة خلاص بقى بمقاومة إنسولين والكلام اللي احنا قلناه في حلقات سابقة، وبعد كده يحصل السكر. فإذا المريض اللي عنده ضغط أو سكر أو الاتنين مع بعض، وطبعا التالت هما بقى إيه؟ الشيطان، اللي هو مين؟ الكوليسترول. يبقى مين؟ الكوليسترول. طبعا الكوليسترول الضار اللي هو بنسميه ال LDL ده خطير جدا، بيعمل ترسب لحاجات حوالين جوه الشريان، على جدران الشريان من جوه، يعمل زي تكلسات، ويبقى الشريان من جوه خشن، يبتدي يعمل جلطات يسد لي الشريان. يبقى التلاتة دول، ضغط، سكر، الكوليسترول، ارتفاع الكوليسترول وبالذات الكوليسترول الضار ده، بيعمل لي في النهاية جلطة، بيسد الشريان، ما يوصلش للمخ، يبتدي يحصل بقى شلل نصفي، مشاكل في الكلام، تقل في اللسان، ترنح اثناء المشي، الحاجات اللي حضرتك بتشوفها. وللاسف المريض لو ما راحش الطوارئ اول 4 ساعات ونص من الجلطه، للاسف الشديد ما بيلحقش الحقنه المذيبه، وبتروح عليه فرصه ان هو ايده ورجله يرجعوا يشتغلوا تاني بشكل طبيعي. طب حضرتك بتقولي في وسط كلامك الكوليسترول، وخصوصا الكوليسترول الضار، هو في كوليسترول نافع؟ ال LDL ده بنسميه الضار، وفي الكوليسترول النافع اللي هو ال HDL. ال HDL ده النافع لانه بيخلصني من الكوليسترول اللي موجود في الدم، وبالتالي بيوديه على الكبد وبيخلصني من الكوليسترول اللي عامل لي مشاكل. انما الضار ده بقى مشكلته ان هو بيساهم في ترسيب الكوليسترول على جدران الشرايين من جوه. طيب تعالي بقى نروح للمرجعيه بقى نفسها اللي هي السمنه. تمام. وكيفيه التعامل مع الملف ده، وخصوصا ان السمنه يعني اعتقد برضو بتفرق من حد لحد. وكنت عايز اسال حضرتك برضو اكيد في سياق كلامنا عن المنتج اللي حضرتك هتكلمينا عنه،
تمام. السمنه ممكن تبقى واخده اشكال معينه عند ناس معينه واشكال تانية عند ناس تانية. يعني في ناس بتتجمع عندها الدهون فتلاقي مثلا عندهم شويه بطن، شويه ارداف، شويه خدود، بالزبط. حاجات زي كده. وفي ناس تانية بتبقى السمنه عامه متوزعه بالتساوي على بالزبط. كل بالزبط. فهل التعامل مع السمنه بيفرق من شخص لشخص؟ بيفرق من شخص لشخص. اولا اللي هي السمنه العامه اللي هي بيبقى كل الجسم زايد عن وزنه وترسب الدهون في كل حته، يعني مفيش حته معينه، ده اللي بنسميها العامه اللي هي جنرالايزد. في انواع بقى بيبقى فيها سمنه موضعيه. الموضعيه اللي هي يقول لك ايه، بنعمل لها مش عارف ايه عشان ندوب الدهون والكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله من غير ما اعمل ريجيم او امشي على منتج كويس يخسس، الكلام ده كله كلام فاضي على فكره يعني. لان ترسب الدهون في، يعني ممكن واحده تلاقي عندها ترسب الدهون في البطن بس ويحصل لها جلطه عادي، لان هي عندها برضو ده بيرفع مؤشر كتله الجسم في النهايه. ما انا في النهايه السمنه اللي عندها في بطنها دي رفعت لي في الاخر مؤشر الكتله. فاذا اساعد الناس دي ازاي؟ ان انا اقول لهم ناخد حاجه اسمها بيستا. البيستا دي منتج امن تماما، كله فايبرز والياف طبيعيه جسمنا محتاجها، وبتحسسنا بالشبع لما تتدوب في الميه، ونشربها نص ساعه قبل الوجبات الرئيسيه. طب وبتشتغل ازاي فتحسسنا بالتالي بالشبع؟ بالظبط، هي الياف. فالالياف طبعا اللي هو السيليوم ورده القمح والشوفان، الثلاثه دول لما بيجي عليهم الميه بينفشوا. اوكي. بينفشوا وبيعملوا زي تضخم كده جوه الايه، جوه المعده، كانك عملت تكميم. يبقى انا قللت الكميه اللي موجوده اللي مسموح ان انا اكل فيها جوه معدتي، فبالتالي كاني عملت تكميم، بس تكميم من غير عمليه. وبتفضل نفشه جوه المعده لمده قد ايه؟ هل ما بين الوجبه والوجبه لغايه الثمان ساعات الكامله اللي انا حمايه، ثمان ساعات كامله، لدرجه ان عندي بعض المرضى بياخدوا البيستا وما بياكلوش بعديه ويقولوا لي احنا شبعانين. يعني ما احتجتش والله، يقول لي انا مش محتاج فما اكلتش. طب اقول له حلو. وده مش غلط صحيا، فكره ان المعده منفوشه على الفاضي وبالتالي محرومه من ان يدخلها مواد مفيدة للجسم. أما أنا هقول لحضرتك إحنا المواد المفيدة في الجسم، عشان اللي حضرتك قلته عملنا المعادلة الصعبة اللي هو من خلال الشركة اللي هي باي ناتشرال، وبحب أحيي الشركة دي لأنها عملت حاجة غير مسبوقة. إنها بتخلي دايتيشن أو اللي هم مسؤولين التغذية أو دكاترة التغذية بيعملوا الكورس بتاع التغذية لكل مريض على حسب حاجته، بيقول لك تاكل ايه وما تاكلش ايه وجرعه ايه يعني يظبط لك كل حاجه، بحيث انه مجرد ما تتصل بيهم تاخد البيستا ومعاه فيتامين هنتكلم عنه بعد شويه، يعمل لك على طول الموضوع ده مجاني، متابعه للتغذيه مجانيه. يعني في مساحه للاستشارات كمان. طبعا اذا انا مش بحرم الجسم من المواد المفيده، بالعكس ده احنا معانا ناس بتظبط لك اكلك، بتعمل لك كل حاجه وفور فري. يعني حضرتك تخيل، انا بقولها دايما للمريض، بدل ما تروح للدكتور تدفع كذا وكذا وكذا، اديك اشتريت العلبه وكمان اشتريت الدكتور. يعني يعني يبقى انت كده وفرت استشاره الدكتور طبعا، لان احنا الدكتور هيرد على حضرتك في التليفون ومن دون ما ياخد منك ولا مليم. يبقى استشارات مجانيه تماما، ودكاتره على اعلى مستوى في التغذيه، ويظبطوا لك الدنيا، ويبقى انت كده تمام التمام. بيقول لك البروتين قد ايه، يبقى انا ما اتحرمتش من المواد المغذيه في جسمي، ولكن بكميات قليله علشان اخس، لان انا جسمي معبي دهون ومعبي حاجات زياده مش عاوزاها. طيب الفيستا بيشتغل مع كل اصناف السمنه؟ كل اصناف السمنه. يعني لو حد واحده رفيعه وعندها سمنه موضعيه في حته برضو تاخد البيستا. أوكي. هيخسس ليه؟ لان اول حاجه بتتحرق في الجسم، انا لما اقفل موضوع المعده انها عماله تتلقف اكل طبعا. اول حاجه هتروح خاسه الحته اللي محوشه دهون زياده. الجسم ذكي ذكي، اوتوماتيك ده اللي بيحصل طبعا. هو دلوقتي انت يعني مدخلاه في حاله حرمان من النشويات. يبقى هيعمل ايه؟ هيروح مدور على الدهون اللي عنده. عارف انت اللي بيفلس بيدور في دفاتره القديمه. طبعا. بس في ناس في المقابل لما بتيجي تخس، سواء من خلال رجيم او من خلال التعامل مع منتج زي بيستا اللي بنتكلم عنه في حلقتنا النهارده، تلاقيها وشها بس اللي يخس وبقيه الدهون زي ما هي بحطت ايدك. ما هو عشان كده الفيتامين اللي انا بقول لحضرتك عليه ضمن الكورس اسمه الب مالتي فيت، هو ده اجابه على سؤال حضرتك. ان احنا بندي فيتامين اسمه الب مالتي فيت، ده شامل كل الحاجات اللي جسمك محتاجها من الفيتامينات والمعادن. اقوى منتج موجود في السوق في مصر تقريبا. يعني المنتج ده موجود فيه فيتامين بي بكل المجموعه بتاعته، فيتامين بي 1 و2 و3 و5 و6 و7 و8 و12، ودول مش موجود بالمنظر ده في كل المنتجات. تاني حاجه، هو ليه ما فيش 9 و10 بالمناسبه؟
او تنوي هو لبن. هو دي اسماء الفايتامينز ليه بينط يعني. هو زي ما تقول ايه جم في النص كده كسله او كان اللي بيعمل الفايتامينز ده نايم فكانت مش نبطشيته فتقريبا على بال ما رجع فكنسله الايه طبعا كان فاتوه ناين وتن اه بالظبط كده تحس ان هو اتظلم كلها العائله الكامله الفيتامين بي موجوده في المنتج ده وبالاضافه لايه كمان بالاضافه للزنك اللي هو مسؤول عن البشره وعن الشعر فعشان كده حضرتك بتلاقي دول ما عندهمش لا هالات سوداء ولا شعرهم يتساقط وفي حاجات تانية كمان كتير فيتامين سي اللي بيساعد في عملية الحرق هتلاقي كروميوم ده من المنتجات المهمة جدا في موضوع الحرق وبالمناسبة موجود في البيستا وبرضه موجود في الألب مالتي فيت فإذا بيظبط لي الحرق كمان في الناس اللي عندها مشاكل في الحرق زي اللي عندهم نقص فيتامين ديل زي اللي عندهم نقص في الغدة الدرقية وطبعا من خلال دكتور التغذية أول حاجة بيسأل المريض إذا كان عندك نقص في الغدة الدرقية بيظبطه له أو بيبعته مثلا لدكتور البطنة يظبطه له تاني حاجة مثلا الفيتامين د بيظبط له معدلات فيتامين د في الجسم بحيث إن أنا الحاجات اللي بتعوق التخسيس أو نزول الوزن أنا بتفاداها تماما عظيم طيب هستأذنك تعالي نشوف آية وهي برضو يعني كان بتعاني من مسألة السمنة تعالي نشوف تجربتها حصل فيها إيه اتفضل تمام احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي انا اسمي آية عاطف رجب عمري 26 سنة كنت 85 وبقيت 65 الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركة كنت مش بقدر امشي رجلي كان الوزن تقيل عليها ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس اللبس كان صعب جدا ما كنتش بعرف البس في سني خالص كنت حاسة ان انا بلبس لبس ماما يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة ثلاث وجبات في اليوم قبلها كنت بشرب الكوباية لا طعمه ما كانش فيه أي مشكلة خالص بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ يعني ما كانش عندي أي حرمان من الأكل كنت باكل عادي كل حاجة بس هو أصلا كان بيسد الشهية كنت باكل أي حاجة بس قليل يعني وجبات قليل مبسوطة جدا الحركة بتاعتي بقت خفيفة بقيت قادرة ان انا امشي براحتي بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا هاي التجربة هي كانت تجربة سعيدة ونزلت 20 كيلو ده طبعا ده رقم يعني. ما شاء الله فعلا لان هو زي ما بقول لحضرتك البيستا مش بديك كيميكال ضار بيك او بيعمل لك مشكله فبتقدر ان انت تكمل عليه يا رب لو عايز تنزل 40 كيلو هتنزلهم يعني انا عندي مرضى ماشيين عليه فعلا النزول اللي بالارقام الكبيره دي يعني بعدد الكيلوات الكتير ده ما بيبقاش ليه اي انعكاسات سلبيه على الجسم بقول لحضرتك ان احنا طالما بنديه بالجرعه المقرره والمقننه وكمان معاه الالب مالتي فيت لا يمكن هيحصل اي اعراض الجرعات دي اللي هي قد ايه بالمناسبه كل اللي هي من وجبتين الى ثلاثه يعني انا باخد البيستا يعني مرتين الى ثلاثه من مرتين الى ثلاثه مرتين ده اللي هو مثلا عنده سمنه موضعيه اللي هو عنده حاجه بسيطه عاوز ينزل 3 كيلو 4 كيلو عنده فرح عنده جوازه عنده مناسبه عنده تي في شو زينا كده وعايز يخس ال 3 كيلو دول انا نزلت عشان الشو بتاع 30 ايوه ده حضرتك ما شاء الله عليك لا انت يعني بجد شابو يعني والله ربنا يكرمك فطبعا الفكرة كلها ان الموضعي ممكن ناخده مرتين في اليوم اللي عنده سمنة بقى ازيد من كده اللي هي جنرالايزد او عامة او حتى موضعية بس ضخمة يعني تلاقي حد جسمه كويس بس تلاقي البطن والدراعات مثلا فده ممكن ياخده على طول الثلاث مرات طيب. وانا بقى بنصح بالثلاث مرات لان بتديك بسرعة نتيجة سريعة جدا عظيم مصطلح حرق الدهون المقصود أيوة. بايه؟ حرق الدهون المقصود بايه هو اصلا يعني ايه دهون هو ربنا خلقنا ان احنا يعني نشتغل على طول ونتحرك لو تتذكر كده قصص الكرتونز حتى يجيب لك الناس اللي هو الانسان الالي ماشي ماسك البتاعه ديت وبيخبط في الشجر ويقطع ويعمل لان ربنا خلقنا ان احنا هنشتغل هنعمل حاجات في الشجر هنعمل مشي هنعمل رياضه هنشتغل بايدينا اللي نجار يعني في شغل ميكانيكال المفروض الانسان معمول عشان يعمل الكلام دوت تمام فاذا احنا دلوقتي حياتنا اتغيرت دلوقتي يعني انا زمان جدي كان يقعد يقول لي انا كنت بمشي ثلاث محطات اتوبيس اوكي مفيش حد بيمشي دلوقتي حاجه ده انت حضرتك لو راكب اي حتى تاكسي او واتيفر تقول له نزلني في بق الباب او انت عايز تطلع فوق الليفنج بالظبط كده عايز قدام التلفزيون فاذا الكلام ده ما كانش زمان عشان كده لو تاخد بالك زمان ما كانوش بيعاني من سمنه مفرطه زي دلوقتي دلوقتي بقى عندنا فاست فود
بيطارد ولادنا وبيطاردنا كلنا. زمان ما كانش فيه الكلام ده. وعلى ذكر ولادنا بالمناسبه بقت برضو من ضمن الظواهر المؤسفه جدا ان احنا نلاقي طفل صغير ما كملش 10 11 سنه وبسم الله ما شاء الله. انا كلمت حضرتك على الانزلاق الغضروفي في حلقه من الحلقات. في طفله عندها 8 سنين عملت عمليه انزلاق غضروفي لان هي بالعرض, هي مش بالطول يعني, هي كده بالعرض. ازاي كده؟ فطبعا توصل لدرجه ان يجي لها انزلاق غضروفي. عارفه لما يبقى بالعرض زي ما حضرتك بتقولي نتيجه ان دي طبيعه الجسم, او يعني هنقول ان دي حاجه قدريه, لكن في اسر معينه بتبقى فاهمه ان البيبي كل ما يكلبز بتزغط العيال. انا دايما معناه ان صحته كويسه, بطلي تزغطيها. والله بقول لهم كده, دي مش بطه. يعني دي مش بطه, البطه احنا بنزغطها عشان هنذبحها وناكلها. انما دي بنتك عايزه تمشي, عايزه ركبها تبقى حلوه, عايزه ظهرها يبقى كويس. فالسمنه ده يعني بجد الشبح اللي بيخيم, وعلى فكره في بيوتنا كلنا يعني من الاجيال, من الجدود والجيل بتاعنا والصغيرين اللي في الجامعات والاطفال. وطبعا مشكله لان في ظاهره التنمر طبعا. يعني طبعا. انا مش عايزه اقول لحضرتك ده على مستوى, والله على مستوى دكاتره وناس محترمين, وانا سامعه بوداني واحده بتقول لواحده بس انا انت اتخن مني. يعني يا جماعه التنمر على كل الليفلز, فما ينفعش احنا. لا, وبعدين من ضمن المستجدات اللي حصلت في حياتنا في السنين الاخيره مساله السوشيال ميديا والفيسبوك وانستجرام والنوع ده من الامور. ففي ناس بقى عندها هوس, ممكن تبقى ماشي يصوروك يصوروك وينزلوا عليك شوفوا دي عامله ازاي, وتفاجئ ان دي مثلا واحده محترمه جدا وشخصيه كويسه جدا. بس للاسف التنمر يعني انا بعزوها طبعا للتربيه اساسا, ممكن تعمل مشكله والشخص ده يتدمر نفسيا. فانا احمي نفسي واحمي صحتي, وعشان ما يجريش جلطات مخ, وعشان ما يجريش نزيف في المخ, لان فيها اعاقه مدى الحياه طبعًا. لو انا ما اتلحقتش يعني ما اضمنش ان لو جت جلطه ان انا اتلحق في 4 ساعات ونص. طب هل كل الناس يعني. هل كل الناس اللي بتعاني من السمنه معرضه للسكتات الدماغيه, ولا مش بالضروره هي ليها علاقه بطبيعه تكوين الجسم مثلا؟ لا, ليها علاقه لسبب, لان زي ما قلت لحضرتك السمنه في حد ذاتها الدهون اللي موجوده في الجسم, ما فيش واحد هتلاقيه عنده سمنه وتلاقي كوليستروله عدل. استحاله, مش هتيجي. ليه؟ لان هو زي ما بيعك في الاكل بيعلى حاجه اسمها الدهون الثلاثيه كمان. أيوه. الدهون الثلاثيه دي لما انا بحلل المريض الكوليسترول والدهون الثلاثيه والال دي ال والاتش دي ال, بلاقي الدهون الثلاثيه دي ملخبطه. دي بفقس بيها العيان, يعني اقول له ايه؟ انت حضرتك بتعك في الاكل. يعني مثلا يجي يقول لي انا عامل دايت وكذا وكذا, اعمل التحاليل ابص الاقي الدهون الثلاثيه, اقول له لا يا باشا اسفه جدا حضرتك الكلام ده غير سليم. يقول لي ازاي؟ اقول له الدهون الثلاثيه في اسيتك, انت كده بتعك في الاكل, وبالتالي الكوليسترول والكوليسترول الضار هيترسب في شرايين ويعمل مشاكل. العك في الاكل المقصود بيه الكميات ولا الكواليتي بتاعت الاكل؟ الكميات والكواليتي الاثنين, لان انا النشويات الزايده عن حاجتي بتتحول لدهون في الجسم, هي دي المشكله. عشان كده الدهون ربنا خالقها عشان مخزن. احنا كنا رجعنا للسؤال, حضرتك قلت لي الدهون حرق الدهون عشان مخزن للطاقه. اوكي, فاذا ده بالظبط كده, لما بفلس برجع لدفاتري القديمه. أيوه. طيب بفلس يعني ايه؟ يعني لما اتحرم من النشويات, ولما احس ان انا شبعانه ومش مضطريه اخد نشويات كتير, يبتدي الجسم غصب عن عين الدهون هتتحرم. اوكي, فاحنا بنعمل ايه؟ لا يملك غير كده, غير ان يحرق الدهون. ما عندوش, والا هيموت. ما هو والا هيموت من الجوع. فهو بيعمل ايه؟ يبتدي يكسر الدهون, نحولها النشويات عشان نوصل للجلوكوز اللي هو بيمشي في الدم, يظبط لي الجلوكوز اللي في الجسم والمخ, لان المخ ما يقدرش يستحمل نقص الجلوكوز لمده يعني. فاذا الدهون هي ربنا خلقها مخزن, فبلاش ان احنا نحول جسمنا طول الوقت المخزن, لان احنا مش في معاناه, احنا مش في مجاعه على فكره, احنا بالعكس احنا ان اكسس ايتنج, احنا بناكل زياده عن طاقتنا وزياده عن حاجتنا وبطريقه بجد مش طبيعيه خالص يعني. فلازم نتوقف عن هذا الموضوع ونتجه للطرق الطبيعيه. الشهيه في حد ذاتها قابله للسيطره عليها؟ لو خدنا البيستا وسد نفسنا عن طريق ان هو بينفش في المعده, هتلاقي على طول الشهيه اوتوماتيك تقل. هتبقى أوكي. حضرتك تخيل ان انت طالع من اوبن بوفيه فرح كده, اللي هو الستايل أيوة. المصري الجميل. يقول لك اسرع كائن المصري في الاوبن بوفيه, عارف انت دي فقره لوحدها باي فرح. فقره لوحدها. تخيل بقى وانت طالع كده من الاوبن بوفيه واكل 4 5 اطباق جمال كده وتلاقي نفسك ان انت ايه طبعا مش طايق الاكل بعد. هو البيست هيعمل كده, واللي بيعاني من السمنه في حقيقه الامر مش عايز اكتر من كده, بس كده طالع شبعان وجميل ومفيش اي حاجه. طيب. يبقى انا كده تمام التمام, هيبتدي الدهون غصب عنها هتتحرق وخس, يعني هخس ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا, نورتينا وافدتينا كالعاده, وان شاء الله نلتقي على خير باذن الله. الله يحفظك. شكرا جزيلا, والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. ان شاء الله نشوفكم على خير, الى اللقاء.